يا حبيبي شكرا لحضرتك. دلوقتي هنشوف يعني فيلم بسيط جدا لنغم إمام، وازاي هي يعني نرحب بيها ونشوف قد ايه هي هتفيدنا في حياتنا وفي أسرتنا مع أولادنا بكتابها الجميل. خلينا نشوف ونستقبل نغم إمام. طفلة صحيت من النوم فلقت نفسها ان هي لابسه الهدوم بتاعت البيت، فلازم تغير وتلبس الهدوم بتاعت الخروج، فبتقلع الهدوم بتاعت البيت تحطها في مكانها الصح، وبعد كده بتبدأ ان هي تلبس الهدوم بتاعت الخروج، وبعد كده بتبدأ ان هي تخرج. البنت دي لما خرجت بره البيت لقت العربيات ماشية في الشارع، استنت لما العربية عدت الأول وبعدين بدأت ان هي تعدي الشارع. اسمي نغم امام، مدرسة رياضيات مرحلة ابتدائية، خريجة تربية قسم علوم ورياضيات تعليم اساسي. درست دراسات حرة من المنصوري، حبيته جدا وحبيت العلم بتاعه جدا. بعد ما درسته وتخصصت فيه بقيت اعمل كتب تفاعلية والعاب تنمية مهارات. الكتب التفاعلية هي كتب مصنوعة من القماش علشان تستحمل الاطفال وما تبقاش عرضه للتقطيع، ما تبقاش استخدام مره واحده، استخدام اكتر من مره، ممكن غسلها وممكن استخدامها في اي مكان، على البحر، على البسين، في النادي، في اي مكان ما فيش مشكله، مش هتبقى عرضه للتقطيع. الكتاب فعلا بيشد الطفل جدا بالوانه، حاجته الجديده اللي كلها ما فيهاش ورقه وقلم، ده بيشد الطفل جدا فبيخليه يستكشف الكتاب اكتر. في اطفال كتير مثلا ما بتعرفش تربط الشوز بتاعها، الكتاب ده بتمرين معين بنعلم الطفل ازاي ممكن هو يربط الشوز بتاعه، بنعلمه حركات الصلاة، الحركات الصحيحة للصلاة. دي مريالة الحواديت، دي بنحكي حدوتة ان الطفل مثلا كان بياكل حلويات واسنانه وجعته، والحل ان هو لازم بعد ما ياكل الحلويات دي يبقى معاه الفرشة والمعجون عشان يغسل سنانه. بنعلم الاطفال ازاي يمسك المعجون ويحط على الفرشة ويبدأ ان هو يغسل سنانه بطريقة صحيحة تحت الاول، وبعدين يبدأ يغسل فوق، وبعد ما يخلص يرجع ادوات غسيل السنان مكانها تاني. بحلم ان الشغل بتاعي يبقى براند تطلب في كل المدارس وفي كل الحضانات، براند يعني الناس تتعلم منها وتطبقها، ويبقى شغل المنصوري او تعليم باستخدام المنصوري في مصر كلها، مش مقتصر على اماكن معينة. نغم إمام سفيرة الطفولة والجمال، أول مرة أشوف إبداع وتقنية حلوة جدا، وأعتقد أن حضراتكم كمان حسيتوا كمان بالبهجة من الألوان الحلوة اللي بتستخدمها نغم، وكمان الطريقة الحلوة اللي بتعلم بيها ولادنا. ازيك يا نغومة؟ ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. نورتينا يا حبيبتي. ايه أنا الجمال مبسوطة خالص والروعة اني دي؟ معاكي. ايه الجمال والروعة دي؟ انتي أم صح؟ يس. شايفين؟ اعمل عليها كلوز كده، اصغر ام جميله ومنوره. الفكره بقى جات لك بتاعه الكتاب ده ازاي؟ انا كنت بعمل دراسات حره عن المنصوري وعن الكتب التفاعليه، هي كفكره بدات في روسيا، كنت بتفرج على فيديوز وحاجات كده كلها روسيه، اغلبها يعني روسيه، حبيت الفكره قوي، حبيت تفاعل الولاد مع الفكره، الولاد الاجانب مع الفكره، فقلت ليه ما نطبقهاش عندنا هنا، يعني ليه ما يبقاش في حاجه زي كده غير تقليديه بالنسبه للولاد، نخرج شويه عن اطار الورقه والقلم والحفظ والتلقين والكلام ده، ونحاول ان احنا نكتشف طريقه جديده تشد الولاد اكتر للتعليم وتنميه المهارات. طب دي بتجيب نتيجة فعلا سريعة جدا مع الولاد وبيتعلموا بسرعة، هل فكرتي مثلا تعلمي ولد حاجة من غير الكتاب دوت وعلمتيه بالكتاب فبالكتاب جاب طريقة أسرع؟
دايما الحاجه اللي مش مألوفه بتشد الولاد، يعني دايما الحاجه اللي مش نمطيه اللي ما بيشوفهاش كتير، فلما بيتشد بيتعلم بسرعه. هي دي الفكره اللي قايمه عليها الولاد الكرتون والامهات. والله والامهات. انا عاوزه اقوم العب ده. يلا بينا. الولاد والامهات. طيب بتعملي بقى، بتتعاملي بالكتاب ده مع اولادك، انك بتوجهي لهم مثلا رسائل معينه او بتعلميهم حاجات وبيستجيبوا؟ انا زي ما احنا شايفين كده الحلوين في التقرير بيقدروا بقى فعلا يعني بيتاثروا باللي انت بتعلمه لهم. بتفرق، بتفرق كتير لما بتيجي بالحدوته، لما بتيجي بالحاجه اللي بتتحرك قدامهم بشكل مش تقليدي زي ما بقول لحضرتك، بتفرق كتير. وما بيجي يعمل حاجه بيقول لك زي ما قلتي لي في الكتاب، زي ما وريتيني في الكتاب، فخلاص هو فاه بقى بتعلم اتعلم. معاه سلوكيات، حاجه عايزه اتعلمها له في حياته، روتين معين، بتفرق كتير وبتبقى راسخه في دماغه اكتر. هل بتستخدمي أصوات معينة مثلا علشان توصلي معلومة للأطفال وهم بيتفرجوا على الكتاب، ولا بتتكلمي بصوتك لا اللي؟ لا بقى، ده انا بعمل كل طب حاجه. عايزين نتفرج، عايزين نعمل كل حاجة هنعمل ونتفرج، هنعمل نعمل كل هنعمل كل حاجة حاجه. ونتفرج. يعني ممكن مثلا نستعرض اول حاجه. بصي أيوه دي حلو، بقى البوكس ده اكسكلوسيف، عجبني بقى جدا. أيوه اكسكلوسيف علامه لينا احنا استفهام. بعلامة استفهام. الله. ده فكره الكتاب بس بشكل جديد. هو شكل ده اسمه البيزي كيوب. بيزي كيو. ده نفس الفكره بتاعت الكتاب بس بنخرج عن الشكل شويه علشان الولاد ما يزهقوش من ان احنا كل مره بننزل فيرجن كتاب. ده او ده اخر فيرجن انا عاملاه، كويس. اخر صيحه. طب حلو، يا بختنا، حصري بيعلم. لينا يعني. انا ممكن مثلا طفل يبقى عنده 3 سنين، مش هقدر طبعا افهمه ان الارض بتدور حوالين الشمس وكذا وكذا وكذا. ممكن من خلال الكتاب بتاعي ده، من قصدي من خلال بيزي كيوب، ادي عندي اهي، ادي الارض تمام، الله. وهخليها تلف حوالين الشمس. انا عملت ايه هنا؟ انا هنا ايوه نميت مهارات العضلات بتاعت الاصابع، وفي نفس تمام، الوقت علمته معلومة جديدة. ان الارض بتلف حوالين الشمس. الله، دي فكره حاجة من تحفه الحاجات. جدا، فكره هايله. هنا بقى البنات اللي ما بيحبوش يسرحوا شعرهم. كتير كتير. وبيفضلوا يعيطوا وهما بيسرحوا شعرهم. دي العروسه اللي كل البنات بتحبها وتحب تسرح لها شعرها، ودي المشط بتاعها. ونبدا نتكلم ان احنا ممكن نعمل كذا حاجه، ممكن نعمل الضفيره، ممكن نحط لها توك، ممكن نعمل لها حاجات كتير. الله، بس انا عايزه اسالك كده، واحنا بنتفرج على البوكس الحلو ده، الماتيريال اللي بتستخدميها ايه؟ وهل غالي ولا سعره مناسب؟ الماتيريال هي الجوخ. ليه بنستخدم الجوخ؟ علشان الجوخ اكتر ماتيريال ينفع تستحمل الاطفال، ممكن تتغسل. الله، ما ما يعني مستحاله من تتنضف. 10 مستحالات انها تتقطع. طب حلو جدا، حلو، كملي. عندنا دلوقتي هنا البازل. ايوه دي قطع البازل هنا بتتشيل، بتتشال كل القطع، وبنخلي الطفل يبدا ان هو يركبها تاني. يلزقها من اول وجديد. حلو طبعا قوي، دي تنميه حلو مهارات برضو. حلو جدا. ده بقى الاتيكيت، الله الله، اتيكيت السفره. كل الحاجات دي بتتشال كده اهو، ايوه، وبنبدا نعلمه ترتيب السفره بيبقى ازاي، ترتيب الادوات بتاعتنا على السفره. ومش بس كده، ببدا اعلمه مثلا الدعاء الله، بتاع الاكل، ايه الحاجات المستحب بنقولها على الاكل ومش مستحب، ايه طريقه الكلام اللي المفروض نتكلم بيها واحنا قاعدين بناكل. حاجات كتير، مش بس بعلمه رصه الادوات بتاعه الاكل، لا انا بعلمه اكتر من حاجه. طب ممكن نضيف لدي حاجه كده يا نغم، انه دايما من الاتيكات ان احنا واحنا على السفره مش المفروض نتكلم علشان صحيح الاكل ما يقعش من بقنا. هل صحيح. نقدر نضيف على دي حاجه كده، انا ممكن احكي بده رسمه حدوته. او حدوته لاولادنا بحيث ان هو يتعلم اكيد ما اكيد. يتكلمش والاكل في كل بقه؟ حد يا دكتور ممكن يستخدم ده باسلوبه، يعني تمام، هو ملوش كتالوج، انت هتبدعي في استخدامه. كل الله، حد ممكن ياخد الحاجه ويستخدمها باسلوب جديد، يعني ما هو ملوش كتالوج. فاهمه حضرتك؟ على حسب تمام احتياجك وعلى حسب احتياج الطفل. تمام طب ناخد رحمة.